بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنشوف ازاي نعمل كرييت للاكيوبمنت في برنامج الاوتوكاد بلان 3D من اكيوبمنت كرييت في قلب قائمه هوم. اقول له كرييت، هتظهر لي قائمه اقدر اختار من هنا اي حاجه انا عايزها، مثلا بلاور زي فلتر زي موتور بامب زي ما انت عايز. خلينا نختار مثلا تانك، اقول له فيرتيكال تانك. بيقول لي ده الشكل بتاعي بيكون من اجزاء، تمام اهو. ودي جنرال يعني معلومات عامه، الاسم ايه، الفيشن بتاعه، تمام. فانا اقول له ضيف السلندر، تمام. الدامتر طبعا ده مشترك بينهم، مش هينفع يبقى في جزء دامتر كبير ودامتر صغير، لو غيرت تغير في كله، تمام. الهاي هتقول له مثلا عايز الهاي بتاع السلندر ده هيبقى قد ايه، وليكن مثلا 200، تمام. كل جزء منه بيبقى ليه هاي معين تقدر تتحكم فيه، تمام. هقول له كرييت، فهيبدا يعمل لي ال التانك بتاعي بالشكل دوت. اقدر اعمل له اعمل عليه سيلكت وابدا اخد منه مثلا بامب زي ما انا عايز بالشكل دوت، تمام. ودي الخصائص اللي تحت، بيقول لي مثلا انت عايز تغير السايز، فاقول له ماشي غير لي السايز، تمام. السايز هنا مثلا 100، خليه مثلا 200، تمام. وابدا اكمل مثلا بزاوية كده 45. طيب عايز مثلا اعدل الارتفاع بتاعه، فاقول له الفيشن الارتفاع 1143، خليه 2000 مثلا، تمام. فطلع المسافة ديت، واقول له كمل، تمام. تبدأ ترسم البايب لحد ما توصل للمكنة التانية اللي انت عايز توصل لها. ممكن في اي وقت تعمل سيلكت على اي حاجة، هتلاقي ان هو مديني مثلا ان انا اخد برانشة من الوصلة ديت بالشكل دوت اهي. برضو نفس الكلام، هتلاقي ان انت عايز تقدر تعدل اي حاجة انت عايزها، الاليفيشن، الباي فيتنج، السايز زي ما انت عايز، تمام. عليكم مثلا الافيشن، خلي مثلا 3000 وتمشي بالشكل دوت. وفي اي وقت ممكن تعمل سيلكت على بعض العناصر وتعدل فيهم زي ما انت عايز، زي الكاد بالظبط. تعمل سيلكت مثلا على دول، فهيبدا يجيب لي ان دول في حاجات ممكن اعدل فيهم، تمام. ممكن يبقى فيه اختيارات ان انا مثلا اعدل الماسوره دي مقاس كذا لمقاس كذا، تمام. ممكن ان انا اخد برانشه منها زي ما انا عايز، ممكن تعدل في الفيتنج زي ما انت عايز، تقول له مثلا لا خليها تي مثلا وتبدا ترسم تكمل. بعد كده لو عايز تحط السبورتات، بتلاقي هنا البايب سبورت، تقول له كرييت، تبدا تختار السبورت اللي انت عايزه، وليكن مثلا السبورت بالشكل دوت، اوكي. وتبدا تحطه هنا اهو زي ما انت عايز. ممكن تقول له انا عايز اعمل كرييت سبورت، تختار اي شكل من الاشكال ديت، وليكن مثلا حاجه بالشكل ديت، اوكي. هو اوتوماتيك بيتعرف على الماسوره، ولو حركت الماسوره هو كمان يتحرك معاها. يعني لو خرجت كده واخترت ديت وبدات ان انا احركه، سبورتات تتحرك معايا زي ما انت عايز.